يا اشرف هدي نفسك يا اشرف، مش كده؟ في بريء هيروح في داهيه بسببنا. قادر ربنا ينجيه ويثبت براءته. ازاي؟ معرفش ازاي، بس لو ربنا عايز ينجيه هينجيه، ده ربنا قادر على كل شيء. لا يا شيخ، انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت مصدق نفسك؟ اه طبعا، لاني ما بحبش افكر في الحاجات اللي ممكن تضايقني وتزعلني، بحب افكر في الحاجات اللي تفرحني وتبسطني عشان اقدر اتقدم وانجح. حتى لو هتدوس على اي حاجه في طريقك، مش احسن ما تداس من اي حد وابقى ملطشه؟ انت فاكر ان الفلوس هتحميك؟ طبعا هتحميك. لو حميتك من الناس مش هتحميك من ربنا. لا هتحميني. انت اتجننت يا سعد، انت بتقول ايه؟ بفلوسي هقدر ازكي واتصدق واحج كل سنه واعطف على ناس غلابه كانوا ممكن يموتوا من الجوع لو ما كنتش عطفت عليهم. وتفتكر بقى ربنا هيقبل منك الكلام ده بفلوسك الحرام؟ وليه لا؟ ده ربنا غفور رحيم يا أخي. مش ربنا قال في كتابه العزيز إن الحسنات يذهبن السيئات؟ وبعدين دي حاجة بيني وبين ربنا، مالكش دعوة أنت. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. تمام يا فندم، المتهم مصطفى عويس سالم. روح انت يا ابني. تمام يا فندم. اقعد يا مصطفى. عشت يا بيه، كتر خيرك. مصطفى انت، انا بريء. ثلاثة بالله العظيم بريء، ما عملت حاجة. ايوه بس انا ما اتهمتكش بحاجة. امال انا هنا ليه؟ انت هنا لحد ما تتحاكم والمحكمة تثبت براءتك. او يثبتوها عليا. مصطفى، انا قريت ملف القضية بتاعتك. انت صحيح هديته بالقتل؟ ايوه بيه هديته، بس سعد شيطان هلفطت كلام يعني، لكن الله يرحمه ده ابن عمي مش ممكن اقتله. طب انت ليه ما جبتش شهود تشهد ان انت كنت في مكان تاني وقت الجريمه؟ يا بيه انا ساعتها كنت نايم، اجيب ناس تتفرج عليا وانا نايم؟ توكلت محامي. منين بس يا باشا؟ انا غلبان ومش لاقي الا ظهر ومليش ظهر، لكن حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورطني فيها. حسبي الله ونعم الوكيل.